على وقع هذه الصور خطت العلاقات بين الأردن وإسرائيل تجاه أزمة جديدة. وزيرة الإعلام والاتصالات والناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات داست على صورة مرسومة لعلم إسرائيل على مدخل مجمع النقابات أثناء توجهها لحضور اجتماع حكومي لتثير احتجاجا إسرائيليا غير مسبوق. إسرائيل استهجنت الحادثة في بيان للخارجية، كما استدعت السفيرة الأردنية لديها للاحتجاج، وقدمت السفارة في عمان احتجاجا مماثلا، لكن ردود الفعل بالأردن جاءت مؤيدة وداعمة للوزيرة. الحقيقة هذا العلم مرسوم في مجمع النقابات على المدخل منذ معاهدة وادي عربة ولم يزل وسيبقى طالما موجود الكيان الاحتلال الصهيوني. ورغم اتفاقات السلام بين الأردن وإسرائيل، يرفض الشارع الأردني وبقوة الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. والله علم دولة احتلال، وإحنا أصلا نرفض الاحتلال كامل ونعبر عن رفضنا بكافة الطرق المتاحة منها العلم، لأننا نرفض هذه الدولة ووجود دولة المغتصب والمحتل. فأقل التعبير، أقل التعبير اللي ممكن نوجهه أنه أن ندوس على هذا العلم. تطور جديد يدفع بالعلاقة بين البلدين إلى مزيد من التوتر والتعقيد، خصوصا في ظل التصعيد على الأرض بين الفلسطينيين وإسرائيل.